الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية إليكم أيها المشاهدون الكرام، كلماتنا إليكم في هذه الدقائق: كيف نستقبل شهر رمضان العظيم؟ كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ لو علمت أنه سيأتيك زائر عزيز عليك، كيف يكون استقبالك إليه؟ وكيف يكون شوقك إليه؟ هل يكون بحرارة أم بفطور؟ بالتأكيد سيكون استقبالك إليه بكل حرارة وهمة، تعد له أحسن الأماكن، وتعد له أطيب الطعام وأطيب الشراب، بل وتستقبله قبل أن يأتيك، قبل أن يأتيك في المطار أو غيره، حتى تستقبله بالحرارة. فما بالك إذا كان هذا الضيف هو ضيف من عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو هذا الشهر العظيم، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه كلام الله، أنزل فيه رحمات الله سبحانه وتعالى. فإن أردت أن تستقبله فعليك كما يقول أهل العلم وأهل السلوك، فعليك بالتحلية قبل التخلية، أن تتحلى وتتخلى، أي تتخلى عن الشهوات وتتخلى عن الشبهات. انظر، لو أن إناء مملوءا به الماء وأردت أن تضع فيه الماء، لا يمكن أن يستقبل ماء جديدا إلا إذا أفرغت الماء القديم. انظر، لو أنك أردت أن تلبس ثوبا جديدا نظيفا على جسد متسخ والعياذ بالله، لا يمكن أن تلبسه إلا إذا نظفت نفسك. وهكذا تكون التخلية، التخلية، تخلي نفسك من العجب والكبر، خلي قلبك من الحقد والحسد، خلي لسانك من الكذب والنميمة والغيبة. وإلا وقع علينا قول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقع علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فعلينا أن نتخلى عن ذنوبنا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونستقبل هذا الشهر بنفوس طيبة. فإن أردت الطاعة وتتحلى بالطاعة فعليك أن تتخلى عن المعصية. إن أردت الحلم فتخلى عن الغضب. إن أردت الصبر فعليك أن تتخلى عن العجلة. وإن أردت رضا الله سبحانه وتعالى فعليك بالتوبة، وحينها ستستطعم بالطاعات وتتحلى بالطاعات، وترى للقرآن طعما، وترى للطاعات طعما، وترى للعبادة طعما، وترى للقيام طعما. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة منك. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج إلى مجاهدة لهذه الشهور، هذا الشهر العظيم، لأنه يحتاج منك أن تجاهد، لأن الأجور عظيمة، والأجر عظيم، والأجر إذا كان عظيما يحتاج منك إلى مشقة عظيمة، فالأجر على قدر المشقة. تحتاج إلى أن تتخلى عن كثير من عاداتك، فالأمر جد خطير، لأنه شهر من الله سبحانه وتعالى، ويحتاج منك إلى استعداد عظيم، ويحتاج منك إلى تهيئة عظيمة، يحتاج منك إلى تخلية نفسك، لأنه شهر من الله سبحانه وتعالى. والقرآن لا يريد منك إلا أن يقع على نفسك بنفس طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا رمضان ونحن قد استقبلناه بما يحب الله سبحانه ويرضاه، حتى نخرج من رمضان وقد نلنا التقوى التي هي من أجلها شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبرة أن تخرج من رمضان وقد اتقيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وأمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.